وأيضا للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من الناصرة الكاتبة الصحفية سلام مشرقي المتخصصة في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك أستاذ سلام. يعني ربما هذه التطورات التي نشهدها الآن على الساحة اللبنانية الإسرائيلية، كيف تقرأين هذه العملية التي جرت اليوم؟ تحية لك أستاذ ولكافة السادة المشاهدين. نحن نتحدث عن عملية توقعتها إسرائيل حقيقة، واستدرجت إسرائيل الجبهة اللبنانية لهذه العملية، وفعليا كانت منذ ساعات الصباح قد أعلنت بأن 24 ساعة القادمة سوف تكون ساعات حرجة، خاصة بعد استهداف القياديين في حزب الله وعلى رأسهم القائد إبراهيم عقيل. وإسرائيل فعليا علمت بأن هذه الاستهدافات سوف تكون لها تبعات وخيمة، وسوف تلحقها فعليا استهدافات بالمقابل للمناطق الإسرائيلية. وعليه ففي هذا المساء فعليا أصدرت الجبهة الداخلية تعليمات حديثة، تعليمات محدثة فعليا بشأن هذه الاستهدافات وإمكانية وصولها إلى مناطق الجليل الأعلى، الجليل الغربي، الجليل الأوسط، وكذلك الأرض منطقة حيفا وضواحيها. وبالتالي هذه الاستعدادات تدل بشكل واضح على توقعات إسرائيل لهذا الرد، لأن فعليا كافة التقديرات حتى على المستوى الإسرائيلي تتحدث عن نوايا إسرائيل بفتح حرب شاملة، وعن نيتها جار لبنان لهذه الحرب، وذلك لخدمة مصالح سياسية تخص بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بشكل خاص، تخدم الائتلاف الحكومي لبنيامين نتنياهو. هذا بالإضافة أيضا إلى الحديث حول جر إسرائيل لحزب الله لواحد من الاحتمالين، فإما أن يتوجه حزب الله بعد الضربات التي وجهت للبنان والتي توقعت إسرائيل الرد عليها، أن يتوجه بعد كل هذه الضربات إلى طاولة المفاوضات وإلى التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يبعده عن الحدود وفق الرغبة الإسرائيلية لـ40 كيلومتر إلى ما بعد نهر الليطاني، وإما فعليا تفتح إسرائيل هذه الحرب الشاملة ضد لبنان، وهي بطبيعة الحال تعول على الدعم الأمريكي خاصة قبيل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم، وبعد كل ما سمعته إسرائيل من تصريحات على المستوى الأمريكي من خلال وزير الأمن الذي قال بأن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وسواء كان بالدفع نحو حامل الطائرات أمريكية إلى شواطئ البحر المتوسط مطلع الأسبوع القادم، كل هذه الدلالات تقول بأن الولايات المتحدة تقف إلى صف إسرائيل، وبالتالي إسرائيل أرادت انتهاز هذه الفرصة الأمريكي قبيل الانتخابات وفتح حرب ضد لبنان. توقعت حقيقة حرب شاملة يوم أمس، تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية كذلك اليوم حول إمكانية انضمام إيران حتى إلى هذه الجبهة، إلى إمكانية انضمام دول من محور المقاومة في هذه الجبهة إذا ما فتحت ضد الجنوب اللبناني. وإسرائيل فعليا وفق تصريحات تلين فيها أن تنهي حرب الاستنزاف على الجبهة الشمالية. طبعا لماذا تريد إسرائيل أن تنهي هذه الحرب، ولماذا تريد لجبهة الشمال لكي تستفرد بجبهة قطاع غزة، وهي تعلم بأن جبهة الشمال فتحت بالأساس في 8 أكتوبر كجبهة إسناد لقطاع غزة، وكان حزب الله قد كرر مرارا وتكرارا بأن هذه الجبهة لن تهدأ قبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، ولكن إسرائيل التي تريد تصل الجبهة في هذه المرحلة تريد أن تستفرد في قطاع غزة وأن تخمد الجبهة الشمالية، وبالتالي هي تفعل ذلك من خلال هذا التصعيد الذي فيه تريد أن تجر المنطقة إلى حرب شاملة، وإما أن تدفع باتجاه وصول حزب الله إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق. نعم، لكن يعني أستاذة سلام، من يراقب المشهد عن كثب ربما سوف يجد أن إسرائيل هي التي سعت إلى فتح الجبهة مع لبنان، وربما تجلى هذا في تصريحات سموتريتش الأخيرة الذي قال فيها أن فتح جبهة لبنان أمر أصبح محسوما، وكذلك هدد يوف جالنت وزير الدفاع أنه إن لم يفتح هذه الجبهة مع لبنان ربما يهدد بالإقالة من منصبه. فيعني برأيك هل هذه الخطوة التي اتخذتها إسرائيل الآن
كانت خطوة محسوبة أم أنها كانت عبارة عن مقامرة أو مناوشة محدودة دعنا نقول؟ نعم، بداية بالفعل في إسرائيل كانت هناك ضغوطات خاصة من قبل اليمين المتطرف باتجاه فتح هذه الجبهة، فعليا سموتريتش وبن غفير المتطرفين الثنائي المتطرف، بالإضافة أيضا إلى أحزاب متطرفة في الحكومة الإسرائيلية وإلى تيارات متطرفة أرادت الدفع باتجاه فتح هذه الجبهة مع الجنوب اللبناني وأرادت إشعال هذه الجبهة. وفعليا شهدنا أيضا كيف أن هذه الجبهة تؤثر مباشرة على تعيين يوآف جالانت أو على إقالة وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي قال نتنياهو بأنه يريد إقالته لأنه لا يريد أن يفتح هذه الجبهة مع الجنوب اللبناني. ولكن اليوم حتى على الصعيد الإسرائيلي وحتى في وسائل إعلام إسرائيلية يتحدثون عن خطوة لم تحسب عواقبها بشكل صحيح، خاصة إذا ما بالفعل سيناريو فتح هذه الحرب الشاملة تحقق على أرض الواقع، وفعليا بالفعل قامت إسرائيل بجر حزب الله إلى حرب شاملة، وهو سيناريو حقيقة وارد وممكن، لأن إمكانية وصول حزب الله إلى طاولة المفاوضات وإمكانية إخضاع حزب الله لا تبدو واردة، خاصة في ظل هذا المشهد الذي شهدته. لكن يعني سيدة سلام، يتحدث بعض الخبراء العسكريين وقالوا أن إسرائيل لا تستطيع أن تشرع في عملية برية موسعة في لبنان وإلا سوف تكون هي الخاسر الأكبر، كيف تعلقين على هذا الأمر؟ نعم، لهذا زميلي نقول بأن إمكانية فتح هذه الجبهة تقول بأن إسرائيل لم تحسب العواقب كما يجب، لأن الجيش الإسرائيلي منهك ومترهل بشكل كبير جدا ويحارب منذ 11 شهر داخل قطاع غزة من جانب وفي المناطق الشمالية من الجانب الآخر، وكذلك الأمر في جبهة الضفة الغربية بالإضافة أيضا إلى الجبهات الأخرى فعليا في المناطق الجنوبية في إسرائيل وفي مقابل جبهة اليمن. وبالتالي نحن نتحدث عن وجود وانتشار كبير جدا للقوات الإسرائيلية على مدار كل هذه الأشهر على استنزاء كل قوى الجيش الإسرائيلي على مدار هذه الأشهر، وبالتالي نتحدث عن جيش متعب، جيش منهك، قوات منهكة. هذا من جانب. من الجانب الآخر إمكانية اجتياح إسرائيل برا للبنان وهي تهدد بهذه الإمكانية، وسمعنا على مدار الأيام الأخيرة تحديدا تصاعد هذا الحديث وتصاعد التهديدات الإسرائيلية بأن إسرائيل تريد أن جنوب لبنان وأن تحول جنوب لبنان إلى أشبه بقطاع غزة. ولكن إذا ما تحدثنا عن جنوب لبنان وعن إمكانية اجتياح إسرائيل هناك، فعليا نحن نتحدث عن خسارة بكل تأكيد لإسرائيل، لأن إسرائيل التي تدخل إلى قطاع غزة ودخلت منذ 11 شهر ما زالت حتى هذه اللحظة عالقة في قطاع غزة، لا تستطيع أن تسجل ما تسميه بالنصر المطلق في قطاع غزة، لا تستطيع أن تحقق أي من أهداف الحرب التي كانت قد وضعتها قبل بداية هذه الحرب. بالتالي نتحدث عن قوة حماس في قطاع غزة، وهي فعليا إذا ما قارناها بقوة حزب الله فقوة حزب الله تضاعف هذه القوة بعشرة مرات. بالتالي عندما نتحدث عن إمكانية اجتياح إسرائيل للجنوب اللبناني، نحن نتحدث عن خسارة واضحة للجيش الإسرائيلي، وإسرائيل تكابر في هذه المرحلة. حتى على مستوى الشارع الإسرائيلي بات الشارع يرى بأن إسرائيل تكابر وتدخل إلى قضية ربما لم تحسبها بشكل جيد، وربما هذه الرغبة بالانتقام وبفرض هذا المشهد الانتقامي في جنوب لبنان هي التي طغت على التعامل الإسرائيلي وعلى التحركات الإسرائيلية في المنطقة دون أن تقوم إسرائيل بحساب ما قد يترتب عن هذه الخطوة، خاصة إذا ما اجتاحت جنوب لبنان. ونحن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وهو قال للجيش الإسرائيلي وللحكومة الإسرائيلية إذا ما أردتم اجتياح لبنان برا فأهلا وسهلا بكم، بمعنى أن حزب الله الذي يتربص بالجنود الإسرائيليين يحاول مراقبتهم ويراقبهم ويراقب تحرك الدبابات الإسرائيلية عبر الآليات الاستخباراتية، هو يريد لهذه الآليات وهذا الجيش أن يأتي إلى مناطق الجنوب اللبناني لكي يتمكن من اصطيادهم هناك. هذا جاء على لسان الأمين العام لحزب الله، وبالتالي إسرائيل
وعندما تدخل إلى هذه الحرب وتتحدث عن إمكانية اجتياح بري، هي فعليا لا تحسب هذه العواقب ولا تقارن ما يجري في قطاع غزة اليوم بين مع ما يمكن أن يجري إذا ما استحت لبنان برشام. نعم، وربما في الخبر الذي يظهر أو ظهر منذ قليل على الشريط الخاص بالأخبار العاجلة، أن وهو يظهر الآن سلاح الجو يقوم بغارات الآن على لبنان، سلاح الجو الإسرائيلي يقوم بغارات على لبنان عقب الرشقة الصاروخية الأخيرة لحزب الله، لكن جيش الاحتلال لم يحدد حتى الآن أين هذا المكان الذي يستهدفه الآن في لبنان. ربما نتحدث في المشهد العام، ربما يستهدف الجنوب من لبنان، لكن يعني هذا المشهد العام سيدة سلام ربما يشير إلى أن إسرائيل غالبا ما تركز على استهداف القيادات، لكن من يتتبع العمليات أو معظم العمليات التي قام بها حزب الله كان يستهدف بشكل أساسي المواقع العسكرية والبنية التحتية العسكرية. هل من الصواب أن يقال أن حزب الله يركز في استهدافاته على البنية العسكرية الإسرائيلية بغض النظر عن القيادات حتى لا يصاعد بشكل أكبر؟ فعليا إذا ما تحدثنا عن حزب الله وعن نيته أو رغبته بفتح هذه الحرب، طبعا نحن ليس فقط يعني على أساس التحليلات، إنما أيضا على أساس ما جاء من تصريحات على لسان حزب الله في كل الفترة الماضية. هو قال بأن حزب الله لا يريد هذه الحرب، وعندما فتح الجبهة على في الجنوب اللبناني وفتح هذه الجبهة كجبهة إسناد لقطاع غزة وليس كجبهة هجوم على إسرائيل، إنما هو أراد أن من خلال هذه الجبهة أن يستنزف قوة الجيش الإسرائيلي، أن يجعل من الجيش الإسرائيلي ومن قوات الجيش الإسرائيلي أن يفرض عليها هذا التشتت ما بين الشمال والجنوب، وبالتالي لا تكون مصبوبة كل قوة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وإذا ما تحدثنا عن النتائج من جبهة الاستنزاف، هذه هي فعليا استنزفت قوة الجيش الإسرائيلي، خاصة يعني منذ اليوم الأول تحديدا، إذا ما تحدثنا على عدد القوات التي انتشر على الحدود الشمالية على مدار كل الأشهر كان على الأقل 50% من أعداد الجنود الإسرائيليين ومن الوحدات الإسرائيلية متواجد في الجبهة الشمالية، ولك أن تتخيل كم كان من الممكن أن يكون حجم الدمار في قطاع غزة لو أن كل قوى الجيش الإسرائيلي كانت موجودة ومصبوبة على قطاع غزة. وبالتالي الهدف بجعل هذه الجبهة هو جبهة استنزاف فعليا قد تحقق، وحزب الله أوضح بأنه لا يريد حرب شاملة. ربما كل هذه الهجمات التي تستهدف قواعد عسكرية ولا تستهدف قيادات عسكرية إسرائيلية أو قيادات عموما قد ينبع من أمرين. الأمر الأول هو أن استهداف هذه الشخصيات هو عصي، لأننا نتحدث عن وجود هذه الشخصيات، عن اجتماعها في داخل الغرف المغلقة تحت الأرض بشكل سري جدا، نتحدث عن دفاعات الجو الإسرائيلية المفعلة بشكل كبير جدا فوق المناطق التي تتواجد فيها هذه القيادات، وبالتالي قد يستطيع في اغتيال هذه القيادات والوصول إليها، هذا من جانب. من الجانب الآخر قد يكون السبب هو عدم رغبة حزب الله في جر المنطقة إلى تصعيد أكبر من ذلك، خاصة وأن حزب الله لا يريد أن يجر لبنان، وإذا ما جر لبنان إلى هذه الحرب فهو سوف يتحمل مسؤولية كل لبنان الذي سوف يجر لهذه الحرب ولرقعة هذه الحرب، وبالتالي حفاظا منه ربما على قواعد معينة لهذا الاستباك نشاهد الاستهداف لمواقع عسكرية. ولكن إذا ما قرأنا ما جرى في هذه الليلة وتحديدا الاستهداف للقاعدة العسكرية في منطقة الشمال أو القاعدة العسكرية المسمى برماد دافيد وهي القريبة من منطقة مرج ابن عامر، نحن نتحدث عن منطقة كان حزب الله قد نشر صور مسجلة لها وصور فيديو في فيديو الهدهد الذي نشره، وفي هذا رسالة مهمة جدا لإسرائيل، لأن فيديوهات الهدهد وما صور في الهدهد عمليا وثق قواعد عسكرية، مطارات عسكرية، أهداف استراتيجية واسعة بالنسبة لإسرائيل.